ما عرفنا ان خلاص هنشترك لازم نعمل مداخله مع كابتن علي هاشم المدير الفني لكره السله سيدات. بنقول لك مساء الخير يا كابتن علي. مساء الخير يا كابتن خالد. ابارك لك واقول لك الف مبروك اشتراكك في بطوله افريقيا، ولا ايه الموضوع؟ حاسس بايه دلوقتي بعد ما رسميا الاهلي قرر اشتراك فريق كره السله سيدات في البطوله الافريقيه؟ لا طبعا حاجه جميله وحاجه محترمه، ويعني النادي الاهلي مشكور اللي هو ادانا الفرصه دي. يعني كنا محتاجينها في التوقيت ده يعني. طب قول لي شايف الموضوع ازاي؟ النهارده انا عارف ان نجمات الفريق حضرتك شخصيا كنت تتمنوا تلعبوا البطوله الافريقيه، وكمان جاي حظنا او نصيبنا ان هي تتعمل في مصر. قول لي شايف البطوله ازاي؟ شايف التنافس ازاي مع الفرق الافريقيه؟ بص يا كابتن خالد، البطوله دي اول مره تبقى في الفرقه دي اللي هي تخش البطوله دي. تاريخ النادي كله يعني، مش تاريخ الفرقه، تاريخ النادي عمر ما كره السله السيدات دخلت بطوله افريقيا. بطوله جامده وبطوله قويه. في ناس يعني، فيها فرقتين من انجولا، فرقه من نيجيريا، موزمبيق، كونغو، فكل الفرق مدعمه بجانب سبورتنج معانا. فربنا يسهل باذن الله، احنا ماشيين بس ستيب باي ستيب لحد ما تيجي ميعاد البطوله. احنا كل تفكيرنا الثلاث اربع ايام الجايين دول في جيم سبورتنج ان شاء الله. عندنا جيم سبورتنج في دور الثمانيه يوم الخميس ويوم الاثنين ان شاء الله. طب كبطوله اتفضل. كبطوله طبعا بطوله من اقوى بطولات يعني بعد بطوله اوروبا. اكيد بتفرز نجمات كبار، لكن طمنا على مراحل الاعداد النهارده. حضرتك اكيد انت واللاعبات مركزين على مباراه سبورتنج في دوري المرتبط عشان بعديها مباراه قويه، مباراه مهمه، واعتقد مباراه جايه في وقتها قبل البطوله الافريقيه. لكن البطوله الافريقيه ثلاث اسابيع، مراحل الاعداد شكلها ازاي يا كابتن علي؟ بطوله افريقيا دي من يوم 6 ليوم 15. بطوله افريقيا احنا هنمشي ستيب باي ستيب واحده واحده. البطولات دي لازم بتبقى ليها نظام معين، لازم ما تبصش لقدام، لازم تعدي جيم جيم. اعتقد هيبقى في 10 فرق الكلام اللي عندي لحد دلوقتي، هيتقسموا مجموعتين. هياخدوا اربعه واربعه، اول لاعب رابع وثاني لاعب ثالث. فاحنا بناخد كل جيم، بنخلص الجيم ونحطه، وبعد كده نشوف الجيم اللي بعده لحد ان شاء الله باذن الله، باذن الله لما نبقى في الجيم الفاينل باذن الله. باذن الله. لا البطوله لازم تتاخد على مراحل، متقسمه مراحل، مقسمينها مراحل. طيب انت مقسم البطوله مراحل، لكن احنا الجماهير بقى اللي بره بتشجع وبتساند وبتدعم، واكيد الجماهير ان شاء الله تكون موجوده جوه البطوله الافريقيه، لان اكيد ده طبعاً حدث مهم. فان شاء الله الجماهير هتدعم، لكن احنا طبعاً عايزين نسال عن دعم الفريق، وهل الاتحاد الافريقي لوائحه بتسمح باضافه اعتقد محترفه ثانيه؟ هل احنا في طريقنا لده، ولا هنعتمد على اللاعبات الموجودين دلوقتي في السكور شيت بتاع النادي الاهلي؟ لا لا، في تفاوض مع اجنبيه ثانيه ان شاء الله، هيبقى معانا اثنين اجانب بجانب الاجنبيه اللي موجوده عندنا بجانب باقي الفرقه باذن الله. كابتن علي يعني انا عارف ان انت الكلام مقتضب، لان الموضوع انا عارف ان الاهلي دايما بيصرح بعد ما يطلع كل حاجه ويظبط كل حاجه، لكن نتمنى لك التوفيق. لكن كلمه اخيره لجماهير. لا لا لا، يعني هو في اجنبيه ثانيه، احنا في حاله تفاوض مع خلاص مع يعني حط عندنا كذا بلان. عندك كذا بلان كمان وافق لنا اللي احنا ناخد اجنبيه تاني في البطوله. كويس قوي، خلاص يعني عندك موافقه وان شاء الله نجيب اجنبيه. كابتن علي كلمه اخيره لجماهير النادي الاهلي في المرحله اللي جايه، وكمان دعمهم داخل بطوله افريقيا والمسانده الجماهيريه المهمه لفريق كره السله ان شاء الله. اتمنى من جماهير النادي الاهلي اللي هي تقف ورا الفرقه، تيجي كل الماتشات بكثافه، ان ده يعني احنا عندنا تشانس للبطوله في مصر. ومفيش حد هيبقى جماهيره في العالم كله زي ما جماهير النادي الاهلي. نتمنى بس اللي يمشوا معانا واحده واحده. هم طبعا اكيد هم فاهمين كويس ان البطوله دي اول مره في تاريخ الفرقه، اول مره في تاريخ كره السله السيدات. ان شاء الله احنا على قد ما نقدر، وان شاء الله باذن الله يعني هنروح لحته كويسه، وان شاء الله برضو عينينا على البطوله والجيم الفاينل ان شاء الله باذن الله. كابتن علي كل امنياتنا طيبه ليك والفريق كره السله باذن الله سيدات بالفوز والتتويج بالبطولات. كلمه اخيره لجماهير النادي الاهلي، وكلمه مهمه، الدعم والمسانده والمؤازره لسيدات كره السله حاجه مهمه جدا، لازم المرحله اللي جايه كله يدعم ويساند فريق كره السله سيدات، عنده بطوله افريقيه مهمه، عنده نجمات كلهم عندهم الطموح والامل. وانا متاكد من هنا وبقول ان مفيش حد هيبخل بذره عرق، تعب، جهد، اصرار، كلهم ان شاء الله يكونوا منظومه متكامله باذن الله لانجاح ان شاء الله والوصول للفاينل او الوصول للمراد والفوز بالبطوله الافريقيه.
الجماهير تساند من اول ثانيه لغايه اخر ثانيه، وان شاء الله باذن الله النادي الاهلي يكون دائما في الصداره.